كل الشكر والتقدير لك مريم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في تجولنا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ونشهد مع دور النشر اللحظات الأخيرة في معرض في هذا المعرض. ومن هنا مشاهدينا الكرام، من احد الدور المشاركة، سعدني ارحب باشرف شاهين علي، صاحب دار نشر برج ميديا للنشر والتوزيع. يا حياك الله معنا. الله يحييك، اهلا وسهلا بك. بداية استاذ اشرف، لو نتعرف عن انطباعكم عن معرض الشارقة الدولي للكتاب. معرض الشرق للكتاب طبعا هو من اهم 4 معارض على مستوى العالم، وشهادتنا فيه مجروحة. يعني انا بحكم تواجدي في امارة الشارقة بشوف كل سنة تطور جديد للمعرض، والسنة دي بالذات هي دورة استثنائية بكل المقاييس للمعرض، وبشوف ان قرار إقامة المعرض في إمارة الشرق هذا العام كان قرار شجاع وقرار صائب من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، لان طبعا كلنا عارفين الجائحة التي يمر بها العالم، وتقريبا القرار هذا ما بياخدوش غير أصحاب الفكر والثقافة واللي بيوصلوا رسالة مش بس للقراء وللناشرين، لكن رسالة بتبقى لجميع أنحاء العالم والمهتمين بالكتاب في العالم. يعني جميل، ما الجديد في هذه المشاركة بما أننا نعرف بما يقارب 13 مشاركة أنت شاركت فيها؟ إحنا بالنسبة لنا كدار نشر، الجديد السنة دي إن إحنا أنتجنا كتب صامتة كمجال أول مرة ندخل فيه، فعملنا كتاب صامت، وعملنا بعض الإصدارات الجديدة اللي هي تخص المرحلة السنية من سن 6 إلى 12 سنة، وكان عندنا برضو مجموعة من السلاسل المهتمية بالسن الأكبر شوية من 8 إلى 16 سنة، عن الشخصيات اللي أثرت في تاريخ العالم والعلماء والعظماء من المجالات المختلفة. يعني جميل، لو نتحدث ايضا استاذ اشرف عن جانب الطفل، بما اننا نعرف انك نائب رئيس الملتقى العربي لناشري الاطفال. والله المعرض الشارقة دايما معروف ان هو بيهتم بالطفل، وبصراحه من اكثر المعارض العالميه، ويمكن هو اكثر معرض عالمي فيه فعاليات وندوات وورش بتهتم بالاطفال. يمكن السنه دي شويه الامور قلت نوعا ما نتيجه الاجراءات الاحترازيه، ونتيجه طبعا غياب المدارس عن المعرض، ودي كانت حاجه صعبه علينا، لكن طبعا احنا يهمنا السلامه للجميع، والمعرض برضو وصل رساله كبيره لاولياء الامور، وشايفين برضو الاقبال. بصراحه احنا ما كناش متوقعين الاقبال يكون بهذه الدرجه قياسا لما نمر بيه، لكن شايفين اقبال جميل ورائع فوق التصورات اللي كانت في بالنا قبل المعرض. يعني جميل، لو نتحدث ايضا استاذ اشرف عن اهميه تثقيف الطفل. والله طبعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي دايما مهتم بالكتاب وبالطفل وبالثقافة. يعني حتى في 2009 أسس الملتقى العربي لنشري كتب الأطفال للاعتناء بالطفل والاهتمام بالقراءة والاهتمام بمهنة صناعة نشر كتب الأطفال، وعمل حوار وفكر وثقافة بين الشعوب والثقافات المختلفة، كل ده في الآخر بيصب في إنتاج كتاب طفل مميز. فسموه بصراحة يعني من 2009 حتى الآن وعلى مدار تقريبا 12 سنة داعمنا في المعارض الداخلية في المعارض الخارجية، داعمنا بتوجيهاته، ودعمنا الأطفال اللاجئين على مستوى العالم، الورش القرائية، الندوات في أدب الطفل، يعني عملنا حاجات كتير إن شاء الله، وإن شاء الله القادم أفضل. يعني ما هي الرسالة أو الكلمة الأخيرة اللي حابة توجهها؟ والله النهاردة مع الساعات الأخيرة في نهاية الدورة 39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أنا بصفتي كمان ممثل عن لجنة المعرض في اتحاد الناشرين العرب في المعرض، وطبعا بتواصل مع العديد من المشاركين والعارضين. الناس مش عايزة تترك المعرض، لأن هو بصراحة أضاء لنا لمبة في نفق مظلم. يعني بتعرف من أول تقريبا بداية العام وجائحة كورونا تم إلغاء عديد من الفعاليات، عديد من الأنشطة، عديد من المعارض، لكن القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة قالت لا، هيتعمل معرض الشارقة، وفعلا اتعمل وكان النجاح فوق الوصف. تم إعفاء دور النشر المشاركة من رسوم أجور الأجنحة، قام صاحب السمو بتقديم منحة مقدارها 10 مليون للشراء من الناشرين. فبصراحة كانت دورة استثنائية، دورة جميلة، وإحنا فعلا حزينين إن إحنا يعني النهاردة أو فاضل كام ساعة وهنمشي، حابين إن المعرض يطول، لأن فعلا إحنا كنا في نفق مظلم، وصاحب السمو أضاء لنا هذا النفق، وبس إن شاء الله يعني اللي جاي هيكون أحسن بإذن الله. هل ستكونوا مشاركين في الدورة القادمة بإذن الله؟
طبعا احنا معرض الشرق للكتاب من اهم المعارض العربيه لينا، وهو اثبت السنه دي للحاضر والغائب ان معرض الشرق معرض لا يتم ابدا عدم المشاركه فيه. هو مش معرض، هو مجموعه معارض في بعض، في مؤتمر ناشرين قبل المعرض، في منحه ترجمه 300,000 دولار بتقدم للعارضين المشاركين في المعرض، في مجموعه من الانشطه والفعاليات والندوات والبرامج. حتى النهاردة المعرض فاجئنا أن التسجيل للدخول للمعرض كان بيتم في أقل من 25 ثانية بإجراءات بسيطة ميسرة، فكل سنة بيقدموا جديد. فبصراحة أنا بدعو حتى الناس، يعني إحنا أساسي بنشارك كل سنة، لكن بدعو كمان الناس اللي كانت متخوفة نوعا ما من عدم الحضور، مش عشان المعرض مش هينجح، لكن انت بتعرف السفر والاجراءات وكده، لا تعالوا. الشارقه عامله اجراءات احترازيه على اعلى مستوى، في تباعد، في نظام، في تنظيم على اعلى مستوى من هيئه الشارقه الكتاب، فبالتالي ان شاء الله المشاركه القادمه هتكون اوسع واشمل. يعني كل الشكر والتقدير لك، وان شاء الله نلتقي معكم في السنه القادمه في معرض الشارقه الدولي للكتاب. كل الشكر ليك، وان شاء الله نلقاكم على خير العام القادم باذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، رهان الثقافة رابح، مقولة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي لخصت قصة معرض الشارقة الدولي للكتاب بقرابة 39 عاما. هذا المعرض مشاهدينا الكرام نحن نعيش الآن في الدقائق أو الساعة الختامية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وكلمة ونوجهها لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وهي شكرا لوالدنا سلطان وشكرا لهيئة الشارقة للكتاب. لك الكلمة مريم. كلمات جدا جميلة زميل وديع، وسبقتني بها فعلا، فنقول اليوم شكرا للهيئة المنظمة لهذا المعرض هيئة الشارقة للكتاب، وأيضا لصاحب الرأي في إقامة هذا المعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هو من أفرح كل من يبدع في مجال الكتابة والقراءة وكل من يهتم في هذا العالم، عالم الثقافة وتوسعة المدارك، هو يعني متنفس أصبح للجميع من خلال هناك فترة مرت صعبة على الجميع، ولكن أتى هذا المعرض وأثبت أن الرهان قائم دائما على الثقافة والعلم والمعرفة، وأنها تستمر دائما بالرغم من إن كان هناك صعاب أو تحديات. إذن مشاهدينا في هذه الأثناء أيضا نستضيف ضيف كريم، الأستاذ سامر حيدر المجالي مدير محتوى الآن ناشرون وموزعون. الأستاذ سامر مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك وأشكركم على هذه الفرصة. أهلا وسهلا بك. كنا اليوم نختتم هذا البرنامج بالضيف الأستاذ سامر، ضيف كريم في معرض الشارقة الدول للكتاب، وأيضا ضيف كريم علينا من خلال هيئة الشارقة الإذاعة والتلفزيون قناة الشرقية من كلباء. اليوم أستاذ سامر، هذا المعرض يختتم هذه الدورة 39 عاما من الإنجاز في مجال القراءة والكتابة والثقافة ونشر الثقافة، ليس فقط على مستوى المحلي أو مستوى دولة الإمارات، إنما أيضا مستوى دول العالم بشكل عام. إذن كلمة تقولها أستاذ سامر في رحاب هذا المكان السامي بما يقدمه للقراء ولكل من يهتم في هذا المجال. الحقيقة أن ما أريد أن أقوله أو ما يجب أن يقال يتجاوز كل كلمات الشكر والثناء لهذا المعرض لصاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، لأن معرض الشارقة لهذا العام خاض تحديا كبيرا. هو بالأساس قامت فكرته على تحدي أن يكون هذا المعرض واحد من أكبر معارض الكتب ومن أكبر المحافل التي تقام في خدمة الثقافة في العالم. هذا التحدي الأساسي الذي قام عليه المعرض، ثم أضيف إلى التحدي تحدي آخر في هذا العام عام 2020، هو ظرف كورونا الذي نمر به جميعا. نعم. ونعرف تبعاته التي انعكست علينا مثقفين وغير مثقفين. فكان تحدي معرض الشارقة أنه المعرض الذي الوحيد الذي أقيم بعد أن علقت جميع المعارض الأخرى في المنطقة. صحيح. فكان نتيجة ذلك انعكاسات سلبية كبيرة على صناعة النشر، على القراءة، على إصدار الكتب. المعرض استطاع أن يعود ويطلق هذا الجو الثقافي وينشر ثقافة القراءة وينشر الفكر مرة أخرى، وأن يمارس دوره الريادي المتوقع منه. لذلك أظن أن هذه السنة هي
تحد فوق التحدي، وقد نجح معرض الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب، نجحت بكل اقتدار أن تنجح في هذا التحدي. نعم، وهذا ما يشهده الجميع وما يقوله الجميع أيضا. اليوم من خلال هذه المنصات أستاذ سامر نرى الكثير من الفئات العمرية المختلفة متواجدة في معرض الشارقة الدول للكتاب، وهذا ما يثلج الصدور كون اليوم الجميع مهتم في مجال الثقافة وفي مجال الأدب والفكر، وكل هذه المجالات المختلفة تندرج في معرض الشارقة الدول للكتاب. اليوم يتجه القارئ أو الإنسان العربي بشكل عام إلى خطة ثابتة في هذا المجال، فما رأيك أيضا في وجود جميع هذه الفئات العمرية وجميع الجنسيات المختلفة الموجودة في المعرض؟ نعم صحيح، تحقق هذا وعلى درجة عالية. مريدو الكتب والقراءة من مختلف التخصصات ومن مختلف الأعمار، كان هناك أطفال يأتون مع آبائهم وأمهاتهم، كان هناك فئات مهنية متعددة ومتنوعة، وكان الإقبال على معظم فروع القراءة ومعظم فروع الكتابة. أنا لاحظت هذا الشيء سواء في جناحي أو في الأجنحة الموجودة هنا، يعني نحن نرى المشهد. المعرض يخدم الجميع، يخدم القارئ باللغة العربية ويخدم كذلك القارئ الذي لا يتحدث العربية وربما يقرأ بلغة أخرى، يخدم الطفل، يخدم المثقف، يخدم القارئ العادي، يخدم الجميع. هذا شيء مميز، وأظن أن المعرض بخبرته المتراكمة، هذه هي الدورة 39 لمعرض الشارقة، الخبرة ما شاء الله متراكمة، القدرة على التوقع وعلى رؤية المزاج العام للقارئ إلى أين يتجه هي أحد ميزات معرض الشارقة، واستطاع بكل اقتدار أيضا أن يوفر الخدمة المطلوبة للجميع، سواء على مستوى الفرد، على مستوى العائلة، على مستوى الطفل، على مستوى المثقف العادي أو القارئ العادي أيضا. نعم، يعني نستطيع أن نلاحظ أستاذ سامر أن اليوم مع انطلاق هذا المعرض أتت الكثير من المبادرات تباعا مع انطلاق هذا المعرض، وكانت هذه المبادرات جميلة ومبشرة بالنسبة لدور النشر للكتاب الموجودين، فكل ما كانت هناك مبادرات سامية كممكن إعفاء دور النشر من الرسوم المشاركة في هذا المعرض، من كتب أو منح لترجمة الكتب. نعم. أيضا هناك حفل توقيع لبعض الكتاب، فيعني كانت هناك الكثير من هذه المبادرات السامية، فبالتالي نرى اليوم دعم الثقافة في إمارة الشارقة مستمر بلا حدود، وكما دائما يسعى صاحب السمو إلى توفير بعض، يعني هناك مبادرة أيضا انطلقت قبل أيام قليلة وهي توزيع مكتبات تحت عنوان ثقافة بلا حدود إلى جميع منازل إمارة الشارقة. فاليوم يعني مسيرة العلم والثقافة تنتشر ويرتقي معها الإنسان، فمع هذه المبادرة إلى أين نصل؟ سيدتي، بداية أريد أن أقول أن الشارقة ممثلة بسمو شيخها وممثلة بهذه الهيئة هي جزء من المشهد الثقافي، هي جزء رائد داخل المشهد الثقافي، لذلك ليس مستغربا أن تكون قادرة على قراءة المشهد وأن ترى، أن تتلمس الهواجس ربما التي لازمت الناشرين في 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 هذه المشاركة، وأنها قدمت ما استطاعت من دعم كي تجعل التجربة إيجابية للجميع. نعم. أرى أن الأمور تتقدم بإذن الله إلى الأمام، طالما أن المشهد الثقافي متكامل، وطالما أن الجهات الرسمية تسعى إلى ضبط إيقاع المشهد الثقافي والوصول به إلى بر الأمان. أنت تعلمين، نحن جميعا شعوبنا وفي هذه المرحلة التاريخية نخوض تحديات. نعم. والثقافة بحر واسع، ربما تقدم لك أحيانا أشياء قد لا تكون إيجابية، هناك مساحة للفكر، هناك مساحة للقراءة، ولكن دور الجهات الرسمية دائما هي أن تسير بهذا المركب إلى شاطئ الأمان، وهذا ما تقوم به إمارة الشارقة. نعم، وهذه النقطة أيضا اللي ذكرتها أثناء حديثك أستاذ سامر، أن اليوم هناك تحديات تمر على العالم، هناك عولمة، هناك أمور كثيرة تدخل في حياة الإنسان وتدخل إلى منزله، إلى مكانه الآمن، فبالتالي كل ما كان هذا الإنسان مسلح بثقافة، بعلم،
بعلم بفكر بخلفيات وأساس متين، كل ما كان هو ضد هذه التيارات وضد هذه المجالات التي قد تجعله ينحرف عن المسار. فأهمية الثقافة اليوم في الارتقاء بالمجتمع أستاذ سامر. سيدتي، الثقافة هي سلعة العقل، والعقل هو ما ميز الإنسان عن سائر المخلوقات. الثقافة تستطيع أن توجهنا نحو الصحيح والأصح. لذلك أظن أن دور الثقافة دور حساس، ونحن أبناء هذه الأمة، نحن أبناء أمة اقرأ. وكلمة اقرأ إذا أردنا أن نفهمها بمعانيها المختلفة هي أن تقرأ العالم، أن تطلع عليه، أن تكون صاحب وعي فيه، أن تقرأه في الكتاب، أن تقرأه من خلال سننه، أن تقرأه من خلال أحداثه. فيجدر بنا نحن أبناء ثقافة اقرأ أن نخوض بحر الثقافة، أن نوجه قدراتنا وإمكانياتنا، حكومات ومؤسسات وأفراد، كي نصل إلى شاطئ الأمان في ظل التحديات التي تفضلت بها. نعم. إذن أستاذ سامر، قبل أن نختم هذا الحوار الشيق، نود أن نسمع منك كلمة على عجالة في يعني ختام هذا المعرض ونهاية هذا المعرض من إمارة الشارقة. هذا المعرض بالنسبة لنا نحن في الآن ناشرون وموزعون هو بيتنا، لأنه يطيب لنا أن نقول دائما أن دار النشر الآن ناشرون وموزعون أنشئت في العام 2013، وما نحب أن نقوله دائما أن فكرة الدار أعلنت وأطلقت من هنا من معرض الشارقة في ذلك العام. ما نقوله هو أننا نتمنى وندعو الله أن يستمر هذا المشهد بهذا الزخم، أن يطيف في أعمار الأشخاص القائمين عليه، وأن يمكنهم دائما من خدمة المشهد الثقافي الإماراتي والعربي وحتى العالمي. يجب أن لا ننسى أننا أيضا في معرض له أصداء عالمية، وهو واحد من أكبر 3 معارض على مستوى العالم. نعم. كل الشكر لك أستاذ سامر حيدر المجالي، مدير محتوى الآن ناشرون وموزعون. نلتقي بك بإذن الله في أعوام وسنوات قادمة بإذن الله، ومشاركات مميزة من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب. شكرا لك. كل الشكر لكم. شكرا لك. إذن مشاهدينا، في ختام هذا اليوم وقد نقول يسدل معرض الشارقة الدولي للكتاب الستار على 39 عاما من الإبداع الفكري والمعرفي الذي ساهم في نشأته مفكرون ومبدعون ومثقفون أيضا عرب وأجانب. هذا المعرض وهذه الأداء التي أصبحت تزهو بها إمارة الشارقة، التي بدأت ما يقارب أو ما يزيد عن قبل 4 عقود، فهذه المنصة وهذا المعرض السنوي الذي يأتينا في كل عام على مستوى دول العالم يعتبر هو أحد الأسباب التي تبوأت فيه إمارة الشارقة مسمى واستحقاق الشارقة عاصمة عالمية للكتاب. إذن من خلال هذه المنصة مشاهدينا أصبحنا نستطيع التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات من خلال العقل والثقافة والعلم والمعرفة. إذن مشاهدينا، اليوم هو اليوم الختامي. شكرا هيئة الشارقة للكتاب على هذا التنظيم وعلى هذا المعرض الذي أسعدنا جميعا، وليس فقط كدور نشر أو كتاب أو مثقفين، إنما أسعد الشعب بأكمله وشعوب بأكملها. إذن مشاهدينا، نلتقي بكم في أعوام قادمة وبحلة جديدة وعناوين جديدة يطرحها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دوراته القادمة. إلى ذلك اللقاء مشاهدينا، نلتقي بكم، لكم كل تحايا. أنا مريم علاي وجميع طاقم عمل برنامج استنارة، مع السلامة.